عم تقول محمد آغا الأشقر. تاني مرة أنا محمد المكسور. إيه محمد، إذا ما نجحت الخطة تبع فقدان الذاكرة أكيد رح تروح فيها، أكيد قسماً بالله رح انتهي. ليه؟ أنت ليه قمت من تختك؟ يعني ما بصير تتعب حالك كتير، المفروض إنك ترتاح بهالفترة. رح يجي هلأ الدكتور لعندك ويفحصك لأنه وضعك مانو مستقر لسه، فيلا رجع على تختك. ما بدي، أنا كتير مالل، ما بحب أتسطح أبداً. إيه؟ ماشي. إيه مثل مو شايفة، هي أنا بلشت أتعلم شغلات جديدة، يعني الشغلات اللي بتتعلق فيني بالعادة، لهيك ما بحب أتسطح، بس رح أقعد. طيب. شوي عمهلك هيك. معناها رح أحطلك السيروم لبين ما يجي الدكتور. طيب يلا ماشي. يلا ساحت. حضرة الممرضة، بدي أطلب منك شيء. هي البنت اللي صارت تضربني شو كان اسمها لو سمحتي إلي؟ زيليش بنت تاشكيران المجنونة. المنطقة هون بيقولولها تاشكيران. أها. هي بنت العم شاكر واسمها زيليش. هيك لكان بتكون بنت العم شاكر، بس ممكن سؤال حضرة الممرضة، زيليش شو كان بدها مني بالضبط؟ ليش حاولت تخنقني أنا شو عملت معها؟ عندي فضول تجاه هالموضوع، إذا بتعرفي خبريني من بعد إذنك. اللي بعرفه إنك نزلت من السما وقعت عليهم فجأة. ايه؟ والمكان اللي وقعت فيه بصراحة كان مزعج شوي. كيف يعني مزعج؟ رح خبرك. ايه؟ وقت صارت الحادثة وإنت وقعت لولا هذا الخاتم ما كنت حسيت بلمستك ماما. اشتقت لك كتير يا ماما. هي أول مرة بحس حالي إني بحاجتك لهي الدرجة. شو بدي أعمل يا أمي؟ دليني على الطريقة. شو كنتي رح تنصحيني لو إنك معي هلأ؟ بابا بيقول عني إني بفكر مثلك تماماً، بس وقت ما أقدر لاقي أي حل قدامي بتذكرك، يمكن تدليني على أفضل طريقة. بلا هالسخافة هلأ، هذا المنحوس ما خلى مصيبة إلا وجابها معه، نزل مثل الغيمة السودا، وفوق كل هاد السونار كمان جاي يكمل علينا. بدل ما تفكري بهذا أبو المظلة، فكري كيف بدك تخلصي من مشكلة هذا اللي اسمه سونار. يا أما بدك تاخدي مصاري من هذا محمد آغا، وإلا حيجي سونار يطالبني بمصاري كمان، رح ياخد كل شي مني.